طيب هبدأ النهاردة من 6 أكتوبر من مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية. الحقيقة معاناة بلا حدود وشكاوى من أولياء الأمور. تعالوا نشوف الشكاوى دي والمعاناة دي سببها إيه في تقرير مراسلنا عماد البطراوي. وسط هذه المنطقة الهادئة في 6 أكتوبر تقع مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي. علامات القلق على وجوه أولياء الأمور وهم ينتظرون أبنائهم بالساعات حتى انتهاء اليوم الدراسي واضحة بسبب غياب الأمن، وشكاوى متكررة من أعمال تحرش ببنات المدرسة. في شباب من بره المدرسة، من مدرسة المستقبل الإعدادية، بينطوا السور أثناء الفسحة ويجوا ينطوا السور هنا، وفي فيديوهات مصورينها بالكلام ده، بينطوا السور بيعملوا إشارات بذيئة للبنات اللي في المدرسة وللأطفال، وبيدخلوا لغاية الحمامات بتاعة البنات ومسكناهم أكتر من مرة. وسيد الناظر اللي ما فيش لا مبالاة عنده في الموضوع، قدمنا شكاوى للإدارة التعليمية ما فيش فايدة. كثافة الفصول عالية جدا جدا، الفصل فيه 110 من الاولاد، ما فيش مشرفين في الحوش، ما فيش مشرفين في الادوار، ما فيش مشرفين في السلالم، يعني في مناطق في المدرسه هاديه جدا. لو حد اغتصب حد جوه المدرسه او حد تحرش بحد جوه المدرسه، ما فيش حد هيشوفه ولا حد هيحس بيه. انا واحده عن الناس شتمت بالفاظ بذيئه من مدير المدرسه نفسه، وعملت محضه وفي الاخر اعتذر وقلنا معلش. قال لي عشان هددني بعت لي مدرسين وهددوني ان هم يدوني ملفات عيالي. بفضل واقفه هنا اهو من الساعه 8 الصبح لغايه ما اخد عيالي الساعه 1 الظهر عشان اعرف اخفي على عيني. اعمل ايه؟ معايا اكبرهم في 6 وعندي اصغرهم في كيجي. معايا 3 بنات، اسيبهم لما يضيعوا؟ انا طلعت بنتي من مدرسه عشان شاب من سنه 6، عيل من سنه 6 كان واخد بنتي ومتحرش بيها في الحمام. ده اللي حصل، وانا رحت اشتكيت في الاداره واشتكيت للاستاذ محمود، ما عملش اي حاجه خالص في المدرسه. ام حسن اضطرت الى ان تعاقب ابنتها بالحرق على يديها حتى لا تقوم بالنزول الى حمام المدرسه. ما فيش امان للبنت نهائي لدخولها الحمام في قلب المدرسه، المدرسه جوه زي المغاره، ما حدش بيشوف حد ولا حد عارف حد جوه المدرسه. المدير في الوادي بتاعه ومدرسه في الوادي بتاعه، والعيل بيلعب، العيل في الحمام، العيل حضر الحصه قد بعضها كلها، هو له ميعاد بيخرج فيه وخلاص. حد حاول يتحرش ببنتك؟ بقت البنات مع بعضيها، مسكت بنتي عاقبتها وحرقتها بالسكينه علشان ما تنزلش من فصلها الا ما اروح اجيبها زي ما انا ما بحطها بايدي اروح اجيبها بايدي. اما احمد حارس المدرسه فقد تعرض الى هجوم من شباب المنطقه ولم يستطع الدفاع عن نفسه. امبارح بقول لك اولاد جايبين كلاب وبيقولوا احنا عايزين ندخل كلاب نقريها جوه المدرسه، فبقول لهم بعد اذنكم بزقهم كده، راحوا متهجمين عليا خبطني في وشي وخبطوني وطلعوا عليا مطاوي وخبطوني هنا في دماغي. مين دول؟ العيال الطلع، عيال من عثمان، بيجوا كده وقت ما الخروج بتاع المدارس بتطلع ووقت الفسحه بيجوا يتهجموا علينا ونطوا من على السوار حضرتك من هنا، واتكلمنا ورحنا الاداره، والاداره تقول لك ان شاء الله انا ابعت لكم حد وانا ابعت لكم امن وانا ابعت لكم جيش، ولا مش شايفين حاجه خالص. على جانب اخر فان بعض المدرسين العاملين بالاجر اشتكوا من فصل تعسفي. المدرسه في مكان بعيد زي ما انت شايف، ما كانش فيها مدرسين اساسيين، كان فيها كم عدد اداريين، ما فيش، ما كانش في حد. احنا بتوع الاجر شلنا المدرسه من كافه شيء، كل حاجه، وكل ده عشان خاطر على امل ان هم يبقى فيه، هم اللي كانوا بيقولوا لنا انتوا ان شاء الله اولويه للتعاقدات، انتوا اللي هناخدكم، انتوا فيكم ناس مش قادرين اقول لكم بتشتغلوا احسن من المدرسين الاساسيين واحسن من الاداريين الاساسيين، بتشتغلوا بضمير وبتشتغلوا بذمه وتعتبروا بنيتوا المدرسه معانا. دي مدرسه من ضمن مدارس. نيجي السنه الجديده، طب يا جماعه فين اي عقود، فين اي حاجه؟ لا مفيش. نيجي السنه دي نلاقونا ناس جديده بتدخل المدارس ما لهمش اوراق، ما لهمش اي حاجه خالص، طالعين على كتافنا واحنا نترمي بره. غياب امني، تحرش، واخلاق متدنيه قد تكون من الطرفين اولاد وبنات، هي ناقوس خطر يدق باب منظومه التربيه والتعليم، حالات تستدعي اتخاذ اجراءات سريعه امامها. عماد البطراوي، برنامج مصر الجديده، مع معتز الدمرداش. طيب لما بنعرض تقرير زي كده بنبقى منتظرين يبقى في مسؤول حقيقة معانا على الخط علشان يقول لنا هم رأيهم ايه في هذه الشكاوى. هل هم شايفين ان اولياء الامور مثلا بيتجنوا على ادارة المدرسة، بيتجنوا على
المديرية، بيختلقوا أزمات، عايزين بس كده يعني يشتكوا للإعلام وخلاص، علشان يعني يبقى في تواصل من يهمه الأمر، لأن أنت يعني مش هينفع كمسؤول تنفيذي إذا كنت وزير ولا مسؤول وكيل وزارة لهذه المنطقة ولا مسؤول عن مديرية التعليم، أنك أنت تسيب المسائل كده لغاية لما نغطيها وتفضل برضو تتجاهلها، لأن أنت ممكن قوي بنتك تبقى في وضع البنت اللي احنا كلمنا عنها دي النهاردة. ننتظر إجابة من السيد وزير التربية والتعليم يعني الدكتور محمود أبو